السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير البرياني الهندي اللي كيجي رائع بمذاق زوين. غادي ندوزوا على بركه الله لطريقه التحضير اولا ندوزوا للمقادير. فاول شيء كنحتاجوه هنايا هو عندي انايا هنايا وضعت تقريبا كاسين من الارز بسمتي اللي كيكون طويل على هذا الشكل هذا، وضعت معاه القليل من القرنفل وغنوضع معاه القليل من الملح. كنوضع معاه القليل من الملح كيف ما كتشاهدوا، وكناخذ الماء يكون غليان ونوضعه معاه حتى كيطلع فوق منه على هذا الشكل، وكنغطيه ونخليه حتى نكمل البقيه ديال الطريقه ديال التحضير تنكملوها مع بعض. كنخليه على جنب وغادي ندوزو باش نجهزوا المرق. فكنحتاجوا في المقادير كنحتاج كميه من اللحم، انا عندي هنا اللحم ديال البقر كيف ما كتشاهدوا. كنحتاج بصله مقطعه قطع صغيره، كنحتاج حبتين من الطماطم مقطعين قطع صغيره، وكنحتاج في التوابل تقريبا هنا نصف ملعقه من الابزار كيف ما كتشاهدوا، كنحتاج ملعقه من الكمون، كنحتاج ملعقه من الكركم اولا الخرقوم، وكنحتاج تقريبا هنايا القليل من ورق الغار اولا ورق سيدنا موسى، والقليل من القزبر اولا زريعه القزبر اولا بذره الكزبره، وكنحتاج القرفه، ونحتاج هذا القرنفل قليل من القرنفل قليل من الهيل ولو شويه من النعناع المجفف، وكنحتاج هنايا الزنجبيل طازج، وكنحتاج هنايا تقريبا عندي كاس من الياغورت طبيعي دانون طبيعي، وكنحتاج الزيت تقريبا كاس صغير، وكنحتاج الملح، وكنحتاج كذلك الثوم بودره، كنحتاج كذلك الثوم بودره تقريبا ملعقه كبيره من الثوم بودره، وغندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. فكيف ما كتشاهدوا هنايا في طنجره ديال الضغط وضعت اللحم، وكنضيف له تقريبا كاس ما عامرش من الزيت. الزيت تقدروا تستعملوا زيت الزيتون او زيت المائده، يعني كل واحد والطريقه ديالو او كل واحد باش كيبغي يطيب. وكنضيف البصل، كنضيف الملح، نضيف كذلك التوابل، وغنضيف كذلك هذا الزنجبيل طري من بعد ما قشرته، ونضيف كذلك ملعقه كبيره من الثوم بودره، فالان كيف ما كتشاهدوا كنبدا كنحرك اولا كنخلط هذا اللحم مع البصل مع التوابل حتى كيتشرب لينا الماء، ما خصش يكون الماء نهائيا حتى نلقاو بان راه بقى لينا غير الزيت، يعني داك الماء اللي كيطلق اللحم والبصل ما خصوش يكون حتى كتنشف لينا جيدا، ومن بعد عاد باش نقدروا نكملوا. كنغطيها ونخليها تقلى ومن بعد نرجعها. فالان كيف ما كتشاهدوا من بعد ما تقلى لينا البصل مع اللحم كنضيف الطماطم، وهاد تقريبا هاد الكاس هذا ديال الياغورت طبيعي كيخصنا نكونوا خافقين جيدا عاد باش نقدروا نضيفوه. كنخفقوه على هذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا المهم من بعد ما خلصتوا كيف ما كتشاهدوا غادي نضيفوا في الطنجره مع اللحم، كيعطي واحد اللذه رائعه صراحه. وكنخلط الكل مع بعض،
فالان ما بقى لي الا غنضيف الماء يعني اللي غيطيب لينا فيه اللحم. كنضيف تقريبا انا كاس كبير من الماء وكنقفل عليه الطنجره ديال الضغط ونخليه حتى كيطيب لينا اللحم عاد باش غنقدروا نضيفوا الارز. فالان غادي نقفل عليه ونخلي يطيب لينا اللحم عاد نفتحوها تقريبا واحد 15 دقيقه. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نفتحوا الطنجره ديالنا. هنا كيف ما كتشاهدوا خديت بصله قطعتها على هذا الشكل، هذا شكل طولي، وضعتها في الماء وغنضيف لها الملح. وهنا عندي الزعفران الحر غنضيف عليه الماء غليان. فهنا في الطنجره وضعت 4 الكؤوس ديال الماء وغادي نضيف عليهم الارز اللي كنا وضعناه في الماء غليان. غادي نوضعه حتى هو بالماء ديالو بالقرنفل بكل شيء وغادي نخليه يطيب لينا تقريبا يعني من 8 ديال الدقائق حتى 9 ديال الدقائق. ما نخليهش يطيب بزاف لانه مازال غنخليه في طنجره ديال الضغط ومن بعد ما غنوضعو مع اللحم. فغنغطي عليه ونخليه كيف ما قلت لكم يطيب يعني نسبه قليله ماشي بزاف. فهنا عندي داك البصله اللي كنت وضعتها معكم في الماء حطيتها كتستقطر جيدا وباش نقليها في الزيت هي وهذا اللوز شرائح غنقليهم ان شاء الله. خليكم معايا. فكيف ما كتشاهدوا هنايا من بعد ما طاب لينا اللحم جيدا فكان نوضع المرق في قدر واحد اخر وكان نوضعه فوق النار حتى كيتشرب لينا المرق جيدا. يعني خاص المرق ما يجيش فيه الماء، من الاحسن يجي خاتر ويجي ناشف شي شويه. من بعد ما غنخليه ينشف شي شويه غنرجع غنستعمل الكوكوط او الطنجره ديال الضغط. هذاك الارز من بعد ما طاب لينا حتى هو يعني كنخليوه كيطيب كيف ما قلت لكم يعني بنسبه 90% كنخليوه غير شي شويه، مازال خصو غير شي شويه غير فين يتشرب لينا شي شويه ديال المرق فقط باش ما يجيش معجن وما يجيش عاوتاني ناشف بزاف. سو هنايا غناخذ الارز كيف ما قلت لكم غادي نبدا كنوضع طبقه ديال الارز ومن بعد طبقه ديال شويه ديال المرق واللحم ومن بعد كنوضع يعني كنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. وغادي نوضعهم فوق النار على نار مهيله 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 حتى كنحس بان داك الارز تشرب لينا المرق عاد باش غادي غيكون يعني الطبق ديالنا جاهز. وقبل ما نوضعه فوق النار غادي نوضع من فوق في الطبقه الاخيره كنوضع الارز وغادي نوضع من فوق منه هذاك الزعفران اللي وضعناه في الكاس ديال الماء وشويه ديال المعدنوس يعني فقط يعني كتنسين او لا كتزيين كيجي زوين صراحه من الفوق. فكيف ما كتشوفوا غادي نوضعهم من فوق وغادي نرجعها فوق النار فقط يعني واحد المده قليله تقريبا من 5 حتى 8 ديال الدقائق على نار مهيله جدا كيف ما قلت لكم غير يتشرب لنا الارز اما راه كل شيء طايب. وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش غادي نشارك معكم طبق ديال التقديم. فهنا كيف ما كتشوفوا كيكون هنا صافي من بعد ما الرز طاب لينا كنبدا كنوضعوا في طبق ديال التقديم. كيف ما كتشوفوا راه كيجي بهذا الشكل هذا
كيجي زوين بزاف صراحه، انا عجبني بزاف. صو هنايا غادي نزينو بهذيك البصله اللي قليت معاكم، كتجي زوينه ولذيذه بزاف. واللوز كذلك، فاللوز حتى هو كيبقى اختياري، فاللي ما كتوفرش عليه ما تقدر ما ديروش. وزينت بالبقدونس من الفوق، فكيكون هذا هو الطبق ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني باللايك والاشتراك، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. باي باي، بسلام عليكم.